هاي جايز، مرحبا بكم على قناتي. نتمنى نلقاكم على خير وبخير. بما اننا مقتربين جدا من مواسم الهدايا، فانا خصصت هذا الفيديو اللي غادي نختصر لكم فيه عده افكار نصائح اختيار الهديه المناسبه للوقت المناسب وتعجب الشخص اللي غادي يتلقى منك هذه الهديه. وكما كنعرفوا كاملين اننا فاش كتكون مناسبه او لا بدون مناسبه ممكن يكون مثلا غرض معين مثل التعارف او تقرب من شخص معين، فكتفكر انك تقدم له هديه، لكن دائما ما كنطيحوا في متاهات عديده بين اختيارات مطروحه ومتعدده وكنضيعوا في تشتت كبير من الافكار، وبالتالي كنستغرقوا وقت طويل جدا في التفكير في الهديه المناسبه، وممكن بعدها هذا العناء الكامل فتالي ما نتوفقوش في اختيارها كهديه مناسبه. اذا هناك العديد من الهدايا والافكار اللي كيحبها الرجال، كما انه هناك عديد من الهدايا اللي كتبغيها النساء. اذا فهاد لا فيديو غادي نخصصه فقط للهدايا التي يحبها الرجال، سواء اب اخ زوج خطيب صديق او قريب. وفي الفيديو غادي القادم ان شاء الله غادي نخصصوا الهدايا التي تحبها النساء والبنات بشكل عام. فاذا كنت راجل كتشوف هذا الفيديو، خلي لنا تعليقاتك بالراي ديالك حول الهدايا اللي قدمتها وطرحتها كافكار، واش عجبتك او لا. وإلا كانت شي هدية معينة كتعجبك وأنا ما ذكرتهاش في هاد الفيديو، أنك تشاركها معنا وتبارطاجيها معنا في التعليقات. أول خطوة في اختيار موافق للهدية هي أولا تحديد نوع العلاقة اللي كتربطك بهذا الشخص اللي بغيت تقدم له هدية، صديق أخ زوج قريب وغير ذلك. ثانيا تحديد البودجي ديالك لأي المبلغ اللي ما غاديش تجاوزه لشراء الهدية لهذا الشخص. ثالثا معرفة الذوق واهتمامات هذا الشخص، وحاولي ما أمكن أن هذه الهدية تكون مفيدة له. واحد من الفيديوهات القادمة إن شاء الله غادي نهضر لكم فيه على أساسيات اللي تتبعيها قبل اختيار الهدية باش تكون في الذوق ومتناول. أوكي، دابا ندوزو نشوفو شنو هي أفضل أفكار الهدايا اللي يحبوها الرجال. بعضها غادي تكون هدايا متوسطة والبعض منها غادي يكون غير مكلف باش كلشي يستفد معنا من هذا الفيديو من الأفكار والاقتراحات اللي غادي نقدموها. ونبداو أولا بالهدايا المتوسطة والغير مكلفة. نبداو في الفيديو. معنا أول هدية كاقتراح أول هما لي بارفان. طبعا كاين عطور غالية وعطور متوسطة الثمن. وواحد النقطة مهمة، أنا ما كنآمنش بداك الاعتقاد اللي كيقول أن الشخص اللي كتهديه العطر هذا كيدل على أنكم غادي تفارقوا قريبا. بالعكس، العطر هو هدية مميزة بزاف وراقية، وكيستافد منها الشخص اللي غادي تهديها له، كيستافد منها بشكل يومي. الهدية الثانية أو الاقتراح الثاني وهي ساعة اليد، وأيضا منها الغالية وكذلك الأقل تكلفة. الساعة هدية للاستعمال الدائم، وهكا منها زوج الفوائد: الفائدة الاستعمالية للمهدى إليه، والفائدة لك أن الهدية ديالك تبقى دائما كيشوفها وكيتفكرك في أي وقت. الساعة أنواع، ممكن تكون كلاس ولا كاجوال، وأيضا ممكن تكون ساعة رياضية ذكية خاصة إذا كان هذا الشخص رياضي وعنده اهتمامات رياضية. الهدية الثالثة من ضمن الأفكار الجميلة ومفيدة أيضا ماكينة الحلاقة توندوز للشعر والذقن، أو ممكن تكون مجموعة متكاملة الاستعمالات متعددة الاستعمالات. هاد الهدية غادي تكون مميزة بزاف ومفيدة وعندها قيمة عالية بنفس الوقت. الهدية الرابعة معنا فكرة، وهي مجموعة العناية بالبشرة والشعر وكريمات الحلاقة وما بعد الحلاقة. أي راجل غادي يتفاجأ وتعجبو هدية كهذه، خاصة أن الرجال كيبغيو نوعا ما يعتنيو بالبشرة والشعر ديالهم، لكن غالبا ما كيتهاونو في شراء مجموعة العناية. ولكن إلا جاتو كهدية غادي تفرحو بزاف، حيت غادي يجيه الطلب في المحل ديالو. اوكي، ومعنا الهدية الخامسة، وممكن يكون شيء من الملابس. وهنا خصك تكوني عندك معرفة جيدة بالرجل اللي غادي تقدمي له الهدية، وعندك خلفية على الذوق والألوان المفضلة ديالو، كذلك المقاسات ديالو. أما عن الموضة فممكن تشوفي الفيديو السابق اللي نزلته عن موضة ملابس التوندونس للرجال في 2023، غادي يساعدك الفيديو بزاف من ناحية الموضة والتوندونس. إذا الهدية ممكن تكون حذاء يومي أو لا رياضي، وكوني على يقين ان هاد الهديه غادي تنال الاعجاب ديالو بزاف. ممكن ايضا تكون شوميز او لا تيشورت او لا ربطه عنق ايضا. والهديه او الفكره رقم 6، بما اننا في موسم الهدايا كيبدا من اجواء الشتاء والبرد، فممكن تقديم هديه بسيطه لكن ذات تاثير قوي بزاف لدى الشخص اللي غادي تهديها له، وهي الشال او لويشاح صوفي، وممكن يكون معه بوني صوفي ايضا. هاد الهديه عندها قيمه معنويه عاليه بزاف، حيث انها كتبين للشخص الاهتمام من ناحيه الهديه وايضا من ناحيه الاهتمام الصحي. هادشي اللي كيخليه يعرف انك مهتمه بزاف بالدفء ديالو، وهذا كيولد الدفء في المشاعر ايضا. وبالاخص الا بغيتي تجعليها هديه اكثر قيمه بين جميع الهدايا الثمينه القيمه، هي ملي كتقومي بصنع او حياكه هذا الشال الصوفي بيداتك. ما لقيتش التعبير الانسب باش نوصف لك الشعور اللي غادي يحس به هذا الانسان، لان هذه الهديه كتكون كيحس بها انك لا نسخه واحده منها في العالم اللي هي صوبتي انتيا بيداتك. دونك هذه الهديه غادي تكون مميزه. واو،
الهدية السابعة معنا، وهي هدية انتشرت بشكل كبير مؤخرا ولقت استحسان أكبر من طرف الرجال، وهي علبة اللي كتجي فيها عدة أشياء باسم الشخص اللي غادي تقدميها له. وهذا البوكس عادة ما كيحتوي على محفظة جلدية لحمل المال وليكارت، وعلى الواجهة كيكون مطبوع اسم الشخص اللي غادي تقدميها له. كذلك ضمن المجموعة ممكن يكون بورت كلي مثلا بنفس الاسم، ممكن يكون قلم حبر مميز وأنيق وبراسلي أو ساعة. بصراحة هدية مميزة وكيحس الإنسان أنها شي حاجة سبيسيال حيت منقوشة بالاسم ديالو. هذه أيضا من ضمن الأفكار المميزة والغير المكلفة ومتوفرة على عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك أو إنستغرام. الناس اللي كيبيعوا هذا النوع من الهدايا كتعطيهم الاسم اللي بغيتي تنقشيه على هذه الهدية، وكيديروك حتى لليفغيزون أدوميسيل، كتوصل عندك حتى للدار بثمن في المتناول. الهدية الثامنة، الاقتراح الثامن، هو كهدية مايو إيكيب فوتبول، الفريق المفضل عند الرجل اللي غادي تهديها ليه. هذه الفكرة غادي تنال الإعجاب ديالو بزاف، وغادي يحس أنك مهتمة باهتماماته وهوايته وكتدعميها. داكوغ، ودابا الهدية التاسعة. الهدايا الرياضية عندها امتياز واستحسان كبير لدى الرجال، فلا كان هذا الرجل شخص رياضي وعنده اهتمام رياضي معين أو رياضة مفضلة، فممكن تستغلي هذا الجانب لتقديم هدية تفرحه بزاف. وإلا كان مثلا كيمشي للجيم، فشراء شيء من هذه الرياضة غيكون سبيسيال، مثلا السلسلة ديال العنق ديال الميسكولاسيون أو الايربود أو الهيدفون. فكرة الايربود هدية تفرح بزاف، ممكن حتى حقيبة رياضية أو تيشورت رياضي، أو مثلا لكان بوكسور تشري له الليغات ديال البوكس وغتكون سبيسيال بزاف. باختصار ممكن تشري هدية رياضية حسب النوع الرياضة اللي كيهتم بها وكيمارسها. أوكي، وهذه كانت مجموعة من الهدايا المتوسطة اللي قدمناها عن طريق أفكار زوينة، ونشوفوا دابا مجموعة من الهدايا البسيطة جدا وفي المتناول البنات اللي مازال طالبات ومازال ما كيخدموش، مازال ما كاينش مدخول، وخاصة غير دير لوجيست وتبين الاهتمام ديالها على قد الجيب. وناخذ بعض الافكار هكا بشكل سريع. فممكن هذه الهديه تكون كوك ديال الموبايل، وخاصه الا طبعتي عليها احدى الصور الجميله ديالو غادي تكون فكره زوينه. ثاني فكره تقدر تكون كتاب من انواع الكتب المفضله عنده. وثالثا قطعه من الاكسسوارات، ممكن تكون سنسله، براسلي، خاتم فضي، حتى ممكن انها تكون قلم حبر في علبه انيقه. واذا كان عنده بلاي ستيشن ممكن تجيبي له مجموعه العاب جديده لتحديات جديده. ايضا ممكن تشري سكين سويسري المعروف ومتعدد الاستعمالات. سوبر، ودابا نشوفوا بعض الافكار لهدايا غير تقليديه للناس اللي البودجي ديالهم طالع شويه وبغيتي تشري هديه مكلفه بعض الشيء. معليش يستاهل كل خير. الفكره الاولى اولا الهديه الاولى، استطلاعات الراي بينت ان الرجال عندهم واحد الكادو كيعجبهم الحال بزاف الا قدمتيه لهم، واخا يجيك غريب شويه ولكن فعلا كادو زوين وهماوي، وهو ماشين نيسبريسو اكابسول، اله عصر القهوه. كوني متاكده ان هديه رائعه بزاف بزاف للشخص عزيز عليك. الفكرة الثانية، ممكن تفاجئي بها إنسان عزيز عليك بسمارت فون جديد. موبايل أيضا يعتبر هدية قيمة جدا، وما غاديش تهديها غير الإنسان إلا عنده مكانة كبيرة عندك. الهدية الثالثة، فمعظم ليزوم محبين جدا لألعاب الفيديو، تقديم هدية مثل بلاي ستيشن بإصدارها الجديد أو الإكس بوكس غادي تكون مفاجأة كبيرة عليه. الفكرة الرابعة، ممكن أنها تكون اشتراك شهري أو سنوي لقنوات المشفرة مثل نتفليكس أو لقنوات البين سبور. هاد الهدية غادي تكون مميزة وما تجيش البال، وغادي يستفد منها بزاف ويشكرك عليها اكثر. الهدية الخامسة، وهي كاميرا تصوير فوتوغرافي، خاصة الا كان من هواة التصوير وعنده اهتمام به. وحتى لو ما كانش مهتم بالتصوير، فاي انسان غادي يتمنى الحصول على كاميرا كهدية ويستعملها حتى في السفر او المناسبات او للخرجات. الهدية السادسة، وهي طابعة صور ذكية خاصة بطبع الصور من الموبايل. هاد الهدية واو، خاصة اللي عندهم شغف بالتصوير وكيعجبهم يصوروا بزاف. حتى ممكن الهدية تكون باور بانك، غادي تكون هدية فوق رائعة حيت ديما الناس كتعاني من انتهاء الشحن الموبايل في اوقات حرجة، خاصة عند السفر غادي ينفعو هاد الباور البانك بزاف وغادي يشكرك عليه. واما الهدية السابعة، طبعا الا كان هاد الانسان قريب منك وعزيز عليك بزاف وعندك قدرة مادية باش تهديه هدية كهذه، فممكن انك تقدمي له لابتوب او لابيسي بورتابل، غادي تكون هدية قيمة وراقية وكتعبر على الاهتمام. ونختموا بالهدية الثامنة، وهذه الهدية الأخيرة كوني متأكدة أنها غادي تكون توب وغادي يفرح بها بزاف، وهي تذكرة سفر مدفوعة لرحلة مميزة. ممكن تجعليها تذكرتين وتسافروا أونسومبل وتكون ذكرى جميلة وممتعة بنفس الوقت. أصدقائي، إلا كنتو شفتوا أنكم استفدتم من الفيديو وأنه متعوب عليه، ما تبخلوش عليا بلايك، هكا تساعدوني أن الفيديو يطلع أكثر باللايكات، وكذلك اشتراك في القناة ديالي يعني بداية صداقتنا. بارطاجيوه مع الأصدقاء باش يستفدوا أيضا، ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات قادمة. إلى اللقاء. We'll be right back.